أهلا بكم في ورشة تصميم فاتورة احترافية على برنامج إكسل. في هذه الورشة راح نصمم فاتورة احترافية، وطبعا اللي تشوفوها أمامكم تتكون من اسم الزبون والتاريخ ورقم الفاتورة ونظام الدفع، وطبعا هنا عندنا خيار للطباعة. الفاتورة دايناميكية، يعني عندما نختار هنا المادة طبعا راح يضيف لي السعر ويضيف لي المبلغ بشكل مباشر، وأيضا راح يرقم لي الخلية. عندما أكتب هنا الكمية 1 راح يضيف لي المبلغ اللي هو السعر في الكمية، وأيضا راح يضيف لي المجموع. يعني عندما أجي هنا أختار مثلا منتج آخر مثلا بهذا الشكل، أيضا راح يرقم لي الفاتورة، وبعد ما أكتب الكمية مثلا 1 راح يضيف لي المبلغ بشكل كلي وراح يجمع لي الفاتورة بشكل مباشر. طبعا عندما أكتب اسم الزبون مثلا سجاد كمال محمد، وطبعا عندي هنا نظام الدفع مثلا نقدا، عندما أجي أضغط على طباعة الفاتورة بشكل مباشر راح يهيئ لي البرنامج الفاتورة للطباعة، وطبعا راح يضيف لي رقم الفاتورة اللي هو راح يكون مثلا رقم 1. عندما أطبع الفاتورة وأخرج من عملية الطباعة بشكل مباشر راح يفرغ لي البيانات هنا، بشكل مباشر راح يفرغ لي البيانات وراح يهيئ لي الفاتورة لكتابة فاتورة جديدة. مثلا راح أجي أختار فاتورة جديدة بهذا الشكل وأطبع هذه الفاتورة بعد ما أكتب اسم الزبون مثلا علي محمد عيسى. عندما أجي أختار طباعة بشكل مباشر راح يضيف لي رقم جديد بشكل آلي، رقم الفاتورة 2، وبعد ما أطبع وأنهي عملية الطباعة راح يفرغ لي البيانات من جديد وهيئ لي إياها لفاتورة جديدة. طبعا في هذه الورشة راح نتعلم كيفية تصميم هذه الفاتورة على برنامج إكسل بطريقة سهلة وبسيطة، وكذلك أيضا راح نضيف المعادلات والدوال الخاصة بهذه الفاتورة، وأيضا راح نبرمج هذه الفاتورة من خلال Visual Basic حتى يتم الطباعة بشكل احترافي. إذا تحبون تشتركون في هذه الورشة كل ما عليكم هو الاشتراك في قناة عالم بهاء الاحترافي النسخة المدفوعة، وإذا تحبون تعرفون تفاصيل الاشتراك بقناة عالم بهاء الاحترافي النسخة المدفوعة تابعوا الفيديو. بإمكانك مشاهدة الكثير من الورش التدريبية المتخصصة في معظم برامج الحاسوب الاحترافية كبرامج التصميم والمونتاج والبرمجة والأوفيس والبرامج الهندسية من خلال محاضرات فيديوية تنشر على قناة التليجرام الخاصة، كذلك يمكنك الحصول على الملحقات المستخدمة. للاشتراك في قناة عالم بهاء الاحترافية النسخة المدفوعة كل ما عليك إرسال رسالة إلى رقم الواتساب التالي